كابتن، اليوم يعني اكو حديث انه انت مرشح ساخن لرئاسة هذه الهيئة، اريد الحقيقة يعني. والله كل من يقول لك عنده فكرة عن هذا الموضوع يعني يقول له انت غير صادق، لانه هو حقيقة هذول اللجان اللي تعمل بالفيفا ما هم مجاملات ولا تسريبات، هم ممكن يقتنعون بشخصيات لكن ما يقولون عليه. الان يصدر القرار يطلع في الاعلام ويبعثون للجهه المختصه، ف يعني ماكو واحد لا بالاتحاد السيبي ولا على مستوى رياضي ولا حتى هم كلجنه يقدرون ينقون، لانه حتى الافراد اللي اجتمعوا ويانا يعني اللجنه كل واحد انطى رايه بمغلف وسلمه، ف يعني هم يمكن سته او خمسه او ما اعرف قد عددهم يمكن، فكل واحد ما يعرف الثاني الا مرشح. طيب اليوم اكو تسريبات تقول مثلا احمد راضي وحسين سعيد والدكتور كامل شامل وايضا يعني عباس هم المرشحين الاوفر حظا لقياده دفه الكره العراقيه في الفتره المقبله، كيف تشوف انت هذا الموضوع؟ والله شوف، هو كابتن حسين ما مرشح، احمد عباس ودكتور شامل كامل اي واحد من عندهم هو يعني ممكن يقود وممكن انه يعني يتعامل مع هذه اللجنه بشكل ايجابي، وكلهم قادرين على انه يقودون اللجنه المؤقته وان شاء الله يطلعون بشيء ايجابي للكره العراقيه وينظمون العمل الكروي. فاي واحد من هذول اللي ذكرتهم يعني حقيقه هم قادرين على تقديم الشيء الجيد للرياضة العراقية. طيب.